هناك أكثر من 20 نوعا من الطيور الكاسرة تعيش في بريطانيا وإيرلندا. من الأقوى والأكثر لفتا للانتباه إلى الأكثر خجلا والنادر المشاهدة. هناك شيء يجمعها، عليها الصيد للبقاء على قيد الحياة. إنها تعتلي هرم السلسلة الغذائية، الأرض من تحتها توفر لها العيش. هناك تشويق واضح في رؤية طائر جارح في رحلة، ربما يعود ذلك إلى أننا نعلم ضمنيا أن المناظر الطبيعية المناسبة يمكنها أن تستضيف جوارح الجو. النسر الذهبي هو الأكثر زرقة بين الطيور الجارحة، بعيونه الحادة ومنقاره الذي يشبه السيف ذا الحدين، رجلاه ومخالبه بحجم يد الإنسان. تسمى الطيور المفترسة بالجارحة أو الكاسرة، وهذا يعني أنها تصطاد وتفترس وهي تلتقط فرائسها بقوائمها. إذا ما انقض الطائر الكاسر بمخالبه على فريسته، فمن الصعب أن تهرب فريسته منه. يكون الصيد عادة في الغابات، ولكن الأكثر شيوعا أن يكون فوق المناطق الغربية للمرتفعات الاسكتلندية، فهو دائم الاستطلاع والتربص لضحية غافلة. الصقر الرحال واحد من أسرع الطيور، إنه الطائرة المقاتلة في عالم الطيور الجارحة. يعيش على الهضاب الساحلية والجبال الوعرة في بريطانيا وإيرلندا، وهو يقوم بمطاردة الحمام وطيور البحر على طول حافة الهضاب، مستخدما التيارات الهوائية الدافئة لمساعدته. يمكنه أن يصل إلى 100 ميل في الساعة عندما ينحني، كما النسر الذهبي الذي كاد يقضى عليه بالاصطياد والمبيدات الحشرية، إلا أنه الآن مرة أخرى يسعى إلى طرائده. ولكن ربما كان العسوق أكثر الطيور المفترسة المألوفة في المروج الوفيرة والمهاجرة، والتي تستفيد من أميال حدود الطرقات، وهنا تقف مترقبة للفئران وفئران الحقول التي هاجرت إلى هنا أيضا. ومع أن أساليب الصيد جعلت منها مألوفة، إلى أن الحذر الشديد الذي تتشارك فيه مع الطيور الجارحة جعلت من حياتها الخاصة غامضة.
يميز ذكر العسوق من خلال رأسه الرمادي وذنبه. في مطلع الربيع يكون اهتمامه الأساسي البحث عن شري، وهو يقوم لهذا بإظهار مهاراته في الصيد والطيران. أما الأنثى فسوف تتوقف عن الصيد وتسمح لشريكها الذكر بتوفير الغذاء. وضع الريش أمر حيوي لجميع الطيور، ولكن ليس أكثر منه أهمية بالنسبة إلى الطيور الجارحة التي تحدد مهارات الطيران لديها ما إذا تغذت أو لم تتغذى، فإن وضع الريش يساعد في نجاح أو فشل عملية الصيد. أنثى العاسوق الناضجة تفتقد الرأس الرمادي الذي يملكه الذكر، وهي بلون بني بندقي من رأسها حتى ذيلها. إنها فرصة نادرة أن نرى التحضيرات الصباحية ليومها. خلافا لكثير من الطيور، الطيور الجارحة لا تشكل سربا، فهي انعزالية، وكما هي شرسة مع الطيور المنافسة هي شرسة أيضا مع فرائسها. الأراضي مهمة ولها حدود حقيقية ذات حراسة. على سفوح تلال ميدويلز، طائر الشوحة الأحمر يرافق ذكرا في رحلة مذهلة لتحذيره للابتعاد عن أرضه. أنت على وشك مشاهدة واحد من الأعمال النادرة للطيور في عرض بهلواني جوي، وليس لمرة واحدة فقط. مئتا عام من النمو جعلت من الشجرة الجوفية عشا متكاملا لطائر العسوق. كالصقر فإنه لا يبني عشا، ولكنه يحفر ويقشط في مسطح ناعم أو يختار حافة مريحة. يمكن أن تكون في شجرة، على هضبة أو برج، أو حتى على حافة نافذة طائرة هوائية. العسوق لا يفرق بين هدير الزحمة أو الريح، فهو يشعر أنه في موطنه سواء في المدينة أو في القرية. إنها بومة صغيرة جعلت من هذه الشجرة موقعا للعش. التجويفات مثل هذه كثيرة الطلب. العسوق صياد نهاري، والبومة الصغيرة تصطاد إجمالا في الليل، لذا يمكن لهذين الثنائيين أن يعيشا جنبا إلى جنب على الشجرة نفسها من دون أن يتعرض أحدهما للآخر. وضعت أنثى العسوق 5 بيضات، وسوف تحضنها نحو 28 يوما. خلال فترة الإباضة تكون لها منطقة خالية من الريش في أسفل بطنها تدعى رقعة الفقسة، ما يجعل البيض على اتصال مباشر مع جلدها، وتبقى على درجة حرارة ثابتة، حتى إن الجلد يصدر مادة مطهرة تبقي البيض بعيدا عن الجراثيم. يصيد الذكر ويجلب الغذاء للأنثى بينما تبقى هي مع بيضها. عند مواجهة الريح وبتحريك ذيله على شكل مروحة وبضرب من جناحيه،
يمكنه أن يحوم باتجاه واحد، حيث يقوم بالبحث في الأراضي الوعرة لالتقاط حركة فأر أو فأر حقل. بلد العسوق يدعى العوسق، ومن السهل معرفة السر. في المرتفعات الاسكتلندية، صقر ذهبي بنى عشه على حافة تعلو 200 قدم من على حافة الهاوية. استمرت الأنثى بجلب أغصان جديدة على العش، وهو ما يعرف بوكر النسر. من المعتقد أن أوراق الأشجار هذه قد تعطي برودة للعش، بحيث تتبخر الرطوبة منها. هناك فائدة أخرى من استمرار الانتعاش، وهي إعطاء فرصة للصغار أي الفراخ كي يتعلموا عن طريق المراقبة كيفية بناء العش. من المعروف أن بعض أماكن أعشاش الصقور الذهبية تم استخدامها أكثر من 400 سنة، فهي تقع في أكثر المناظر الطبيعية الخلابة. الطيور الكاسرة تهدد معظم الطيور، وغالبا ما تستنبط تصرفا يعرف بالغوغائية. عادة ما تعمل الطيور الأصغر حجما معا، فهي تقوم باستفزاز الطائر الجارح حتى الصقر على أمل إبعاده، أو على الأقل لإعلام الطيور الأخرى بوجوده وتحذيرها. هذا الغداف أو الغراب الأسود يفضل وجود الصقر لينطلق، إنه طائر ذكي، فالصقر ليس مخلوقا للقتال الجوي. الصقر الذهبي يشب على فرخ وحيد. قد تضع الصقور الذهبية من بيضتين إلى ثلاث، ولكن في معظم الحالات عندما يظهر الفرخ الأول وبحركة غريزية يقوم بمحاولة قتل أشقائه. هذا التصرف الغريزي يشبه عادة بقصة قابيل وهابيل، بقصد إزالة منافسة المولود الأول وزيادة فرصه في البقاء حيا. تتوافر الصقور الذهبية في المرتفعات الاسكتلندية، حيث تساعدها التيارات الدائرية فوق الجبال والهضاب على التحليق. امتداد أجنحتها 7 أقدام، وتمكنها من الوصول إلى تحليق من دون مجهود. في ويلز، صقران ثنائيان يحومان ويطيران فوق الغابات الصنوبرية. هناك اختارا مكانا لعشهما. هنا يظهر جليا إتقان الطيور المفترسة للحركة في الهواء. تعد الأغصان الصنوبرية مواد جيدة لبناء العش، فهي مرنة ومتماسكة جيدا. تعتبر الصقور بناءة أعشاش مثابرة، فهي تبني أعشاشا ضخمة في الأشجار أو على الصخور،
أو على حافة المنحدرات الصخرية. عانت الطيور المحلية الجارحة في الماضي من مضايقة الفلاحين وحراس الطرائد ومن خلال رش المبيدات الحشرية على السلسلة الغذائية، إلا أن الصقور أصيبت بالورم الهلالي في الخمسينات الميلادية، وقد نجحت ببراعة في تصميمها على خفض أعداد الأرانب، لكن الأرانب هي الطريدة الأساسية للصقور وهي الآن في طور الازدياد. طائر آخر من الطيور الجارحة يقوم بالعودة إلى موقعه وهو الشوحة الأحمر. إنه مثال متكامل للطائر الذي يعد على شفير الانقراض في بريطانيا، ولكنه بمساعدة الإنسان وجد حياة جديدة. في العصور الغابرة كان من الشائع أن يتغذى في مراكز المدن على الجياف، إلا أن هذا قد زال بحلول النظافة في الشوارع وفشلت مساعيه. إنه طائر كبير ويحب الأوراق الشجرية الكبيرة ليعشش فيها، كما أنه يحب الأغصان لعشه، وقد كان يعرف باستعمال الورق والثياب المسروقة من على حبال نشر الغسيل. يعرف اسمه من لون صدره الأحمر وريشه على ظهره وبطنه وذيله المتشعب. لقد وضعت البومة الصغيرة 3 بيضات. عندما يكون الصيد جيدا يكون عدد البيض 6 أو أكثر. جميع أنواع البوم يضع بيضا أبيض في تجويف شجرة في شبه الظلام، إذ لا ضرورة للتمويه. يعتقد أن البومة الصغيرة أتت إلى بريطانيا في القرن 19 الميلادي، وقد ازدهرت في المناطق الدافئة والمنخفضة. عين البومة يمكن أن تكون صفراوين على وجه الخصوص أو برتقاليتين أو بنيتين داكنتين، وكلما كانت عيناها فاتحة اللون أمضت وقتا أطول في ضوء النهار. البومة الصغيرة ذات العينين الصفراوين تظهر في ضوء النهار أيضا، ويمكن اكتشافها في النهار واقفة على شجرة أو على سياج. وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أن البومة الصغيرة يمكن أن تلتقط فريسة كبيرة مثل صغار الأرانب. بعد 4 أسابيع ظهرت فراخ العسوق. في الأسابيع الأولى تغطى الفراخ بوبر أبيض طري، الأنثى تبقى وتعتني بالفراخ إلى أن ينمو وبرها، وهذا يمكنها من أن تدفئ نفسها. يقوم الذكر بالصيد كله، ومكان حفظ الفئران وفئران الحقول يقع في تجويف الشجرة. عندما يعود الذكر ومعه الغذاء يمرره إلى الأنثى حتى تستطيع إطعام فراخها. يصطاد الذكر بشكل مستمر، وقد عرف عنه بأنه يطير إلى علو 60 ميلا في اليوم خلال فترة الحضانة.
من الأسفل يمكن تمييز الذكر من ذيله الرمادي مع حزمة سوداء صغيرة في نهايته. هكذا يمضي معظم وقته وبخاصة خلال النهار الثمين. تطعم الأنثى نفسها قليلا. تقوم الفراخ بالصراخ والترجي طلبا للطعام، فتقوم الأنثى بالتحضير للوجبة التالية. في هذه المرحلة لا تستطيع الفراخ إطعام نفسها، لذا تقوم الأنثى بتقطيع أجزاء صغيرة من اللحم وهي دقيقة بمنح الفراخ حصصا متساوية. كل فرخ بحاجة إلى أن يأكل ما يعادل وزن جسمه في اليوم. عند انخفاض الحرارة بشكل مفاجئ تقوم الأنثى بجمع فراخها تحتها لتبقيها دافئة. لا يستطيع الذكر أن يطير ويصطاد عندما يكون ريشه مبللا، إنه وقت مرحب به ومفروض للراحة ولشرب الماء. الطقس الممطر قد يكون كارثيا على عائلة العاسوق، إذ يعتمد غذاؤها على مقدرة الذكر على الصيد والحفاظ على إمدادات جيدة من الغذاء الطازج. حالما يصبح ريشه جافا تقريبا يعود إلى الصيد مجددا. حتى الآن كان الثنائي ناجحا، لكن لا يزال هناك وقت طويل قبل أن تصبح الفراخ معتمدة على نفسها. خلال 4 أسابيع كبرت الفراخ بشكل واضح وأصبحت قادرة على إطعام نفسها، مع أنها ما زالت بحاجة لأن تتعلم كيف تقيس الكمية التي يجب أن تبتلعها. يقوم الذكر والأنثى بالاصطياد ومحاولة التقاط كمية كافية لإطعام العائلة. عندما يكون هناك الكثير من فئران الحقول يتوافر ما نسبته 90% من النظام الغذائي للعسوق. في هذه المرحلة يقوم الفراخ بتقاسم أكثر من 30 فأرا بينهم كل يوم. ريش الفراخ الناضج يبدأ بالظهور خلال ظهور وبرها الثانوي. هذا هو الوقت الوحيد الذي ينمو فيه كل ريش العسوق. في مرحلة النضوج تقوم بتبديل بعض من الريش في وقت واحد، 2 من كل جهة، وبهذا تكون متوازنة في الطيران. Thank you.
تبدأ المنافسة الشرسة من أجل الغذاء بين الفراخ بالظهور، لذا قلت المؤونة، يبقى القوي فقط حيا. آمنة في جوف شجرتها تنمو البومة الصغيرة أيضا. الثدييات الصغيرة تشكل وجبة جيدة لدى البومة الصغيرة. لحماية عيونها الكبيرة الضعيفة تغلق الفراخ عيونها عندما تأكل. إنها جولة صيد ثابتة، فذكور وإناث البومة والعسوق متشابهة، وقتل الفئران وفئران الحقول تكاد تكون بأعداد هائلة. إنه الظلام، وبوم الحظيرة خارج للصيد. بوم الحظيرة نشط لليلتين، مع أنه في الصيف يمكن مشاهدته في الضوء الخفيف من الظلام وعند الشروق. لدى بوم الحظيرة عائلة يطعمها. لم تنصف بتبديل أرضها، حيث قام المزارعون مرات عدة برعي الماشية وزراعة الأرض، ولكن هذه العائلة كانت محظوظة بإيجاد أرض ومكان مناسب للعش. الأرض العشبية مليئة بفئران الحقول، لذا فإن الصيد كان سهلا والفراخ تنمو بشكل جيد، حتى أن فرخ البوم الصغير مغطى في المنحدر. الأنثى مرهقة بعد حوالي شهرين متواصلين في مكان العش. تأخذ دقيقة لتطعم نفسها، وهي قريبا سوف تترك الفراخ لتساعد في الصيد، حيث أن الأعمال اليومية تنمو جزئيا بحسب حجم الفراخ. تشكل الفراخ شكلا مألوفا، الوجه قرص أبيض على شكل قلب يرتبط ذلك بشكل بومة الحظيرة. إنه القرص الأبيض الذي منحها الله إياه ليجعل من سمع بومة الحظيرة دقيقا. القرص يجلب الصوت من تحت الأعشاب الطويلة إلى أذن البومة بطريقة تجعل البومة تلتقط فريستها بدقة. سمع البومة دقيق جدا، بحيث تكتشف الصوت الخفي في الظلام الدامس. بدأ يظهر ريش كبار الفراخ فوق الوبر الطري الثانوي. بومة الحظيرة لديها طريقة محددة في الصيد. الطيران بشكل منخفض فوق العشب، وهي تستمع لأدنى الأصوات، وعندما تحدد فريستها
تنقض عليها عموديا. ريش جناح البومة الناعم يمكنها من الطيران بشكل صامت فوق المرش. بعد 5 أسابيع تبدأ فراخ البومة الصغيرة بالمجازفة خارج جوف الشجرة. عندما تخسر وبرها الثانوي تستطيع الطيران بشكل صحيح. فراخ العسوق بدأت أيضا باكتشاف محيطها، وريشها الحديث العهد يبدو كأنه نما تماما. في الصيف تستفيد الطيور الجارحة من الطقس بشكل جيد ومن وفرة الطعام لإطعام صغارها، ولكن ربما ليس هناك أفضل من العقاب في تصميمه على الأمور. إلا أن تقنيته لا تحصد نتائج جيدة دائما. يأتي العقاب إلى بريطانيا للتوالد بعد قضاء الشتاء في أفريقيا، فقد عاد إلى اسكتلندا في الخمسينيات بعد أن أبعد من قبل جامعي البيض في القرن السابق. إنه يأكل الأسماك الحية فقط. يمكنه أن يغطس في الماء حتى حدود جناحيه تقريبا. يحاول العقاب الإمساك برأس السمكة في البدء من أجل أن يحافظ على شكل منبسط للطيران، ولكن هذه السمكة ضخمة جدا وقوية للمناورة. يحب الباشق صيد الطيور الصغيرة فوق سياج الشجيرات أو حتى في حدائق البيوت الخلفية. يمكن أن تستلقي في كمين قبل أن تطير بسرعة كبيرة لتنهش فريستها. كمعظم الطيور الجارحة تقوم بنتف فريستها قبل الأكل. عيناها صفروان مماثلتان للصقر الحقيقي.
ابن العم الأكبر للباشق هو طائر الباز، وهو بارع في الهجمات المفاجئة، إنه صياد سفوح الغابات. الحمام البري، الأرانب، الطرائد العادية هي لائحة طعامه المفضلة. إنه طائر خفيف، وهو العداء في عالم الطيور، قلما تستطيع ضحيته الابتعاد عنه. البومة المصفرة هي أكثر الطيور الجارحة المعروفة في بريطانيا. على الرغم من ذلك، وبداع عاداتها الليلية، فإن من النادر رؤية واحدة. طيور الغابات الأساسية تتعايش بشكل جيد في الحدائق العامة والخاصة. تصطاد البومة المصفرة صغائر الثدييات، كما أنها تأكل الحشرات. أحد الضيوف المختصين في الصيف هو الصقر العسلي، فهو يقضي الشتاء في أفريقيا الاستوائية، لكنه يهاجر شمالا للتوالد في الصيف. ينجذب الصقر العسلي إلى النحل وعش الزنابير، حيث يستمتع بخلية النحل، وهو يشتم ويراقب الزنابير والنحل في الغابة ويتبعها إلى خلاياها. منحه الخالق سبحانه ريشا قصيرا على قائمتيه ووجهه لحمايته من النحل المهاجم. هذه من المرات النادرة التي تلتقط فيها صورة طائر جارح متخصص وهو يأكل. إنه سوف يأخذ النحل الناضج، العادي، والصغار أيضا. الأقوى من بين كل صيادي الطيور يجب أن يكون النسر الذهبي. بينما يحوم فوق مستقعات بريطانيا، حدة نظره الخارقة تمكنه من ضبط أي حركة حتى على بعد ميل. الخرنق الصغير، وهو نوع من الأرانب، يأكل من الخلنج، وهذا شيء نادر. عندما يقوم النسر بتحديد ضحيته، يبسط جناحيه ويقطع الهواء مثل السهم نحو هدفه. فراخ النسر التي تبلغ من العمر نحو 10 أسابيع يبدو أنها كاملة النمو،
نظامه الغذائي هو جيف الغزلان والأرانب ولحم الضأن وأرانب الجبل وحتى الثعالب. يطير الوالدان قرب العش لتشجيع الفراخ على الطيران. إنها تتدرب على تحريك أجنحتها. مؤونته الغذائية سوف تقل لإغراء الطير على الخروج من العش للمرة الأولى. وعندما تأتي هذه الخطوة ستكون خطوة كبيرة وشجاعة للفرخ، فهي وبعد كل شيء تطفو على جانب الهاوية، والطيران شيء عليها أن تجربه للمرة الأولى أو أن تموت وهي تحاول. في عمر 11 أسبوعا يكون الفرخ على استعداد لمغادرة داره. الوالدان المتوتران يعودان ليجدا العش فارغا. أخذ الطير اليافع لنفسه موقفا غير مستقر. ليس من إمكان للعودة إلى العش. الطريقة الوحيدة للرجوع من الهاوية هي الطيران. اللونان الداكن والأبيض يميزان يفاعته ووضعه غير المجرب. ينادي الطائر اليافع والديه باضطراب، إلا أنهما غير قادرين على فعل شيء الآن، فإما أن يطير وإما أن يموت. على الطائر اليافع أن يتخذ قراره. إنه آخر الصيف وواحد من صغار العسوق يتمرن على تقنية الطيران. إتقان فن الطيران يتطلب بعضا من الوقت. هناك مخاطرة في كل الأحوال للطيور الكاسرة الصغيرة. حوض الماء هو المكان المعروف لأخذ شربة ماء أو للاستحمام. 50% تقريبا من صغار الطيور الجارحة تنفق في عامها الأول. في أواخر الصيف تكون صغار بومة الحظيرة جاهزة لمغادرة دارها أيضا. لقد أمضت الأسبوعين الأخيرين تتدرب على مهارات الصيد والطيران حول مكان العش قبل الانفصال.
لكن عادتها في الطيران بشكل منخفض فوق الغابات تودي ببومة الحظيرة في أغلب الأحيان إلى طريق الخطر. على امتداد 30 ميلا تعرضت حياة أكثر من 70 بومة حظيرة من خلال التمارين على مدى 6 أشهر للموت. ولكن هجوم الشتاء امتحان كبير لجميع الطيور الكاسرة. هذا الأرنب الميت يعتبر كنزا ثمينا للكواسر مثل هذه الشوحة الحمراء والصقر. من على الأرض يرى الصقر المتوحش أكثر من الشوحة. لكن الصقر لا يأخذ الأمور ببساطة. في المقابل إنه في تحدي مع منافس أكبر وأقوى من نوعه. خلال المنافسة على الطعام على هذا العلو في الشتاء القارس، العديد من الطيور المسنة وغير المجربة قد تهلك. مع وصول الربيع تبدأ الدورة من جديد لذكر العسوق. الطيور الكاسرة في أعلى السلسلة الغذائية هي قياس مرئي لرفات تحت الأرض. عدد الطيور الجارحة المزدهر هو دليل على أن صغار الثدييات والقوارض والحشرات بحالة جيدة، وأن الريف أيضا بحالة جيدة. هذه هي حياة جوارح الجو.